هذه شلم هدى من أم وائل إلى أختها أم العريس أم عبد العزيز. شيخة وبنت شيوخ وإخوانها رجال وأم الحرار معربين سلايل، هذه لطيفة الفارقة زينة وخصال اللي لها كل البيوت الجزايل. شيخة وبنت شيوخ وإخوانها رجال وأم الحرار معربين. جديد وحصري على استديو أميرة الخيال. قبلت ولدها اليوم واليوم تختال وفراحها تكبر بأحلى المحافل. جديد وحصري على استديو أميرة الخيال. جديد وحصري على استديو أميرة الخيال. فيك الجمال اللي ما يوصف بالأقوال، مهرة جميلة من سلالة أصايل. فيك الضربة والصنع مضرب أمثال، والطيب والمعروف وفى الخصايل. مبروك يا عبد المجيد. جديد وحصري على استديو أميرة الخيال. رحمة في لها من مثايل، يسعدك جديد وحصري على استديو أميرة الخيال. الليال اللي ما مثلها بالحسن للقلايل، بحفلة الصرعان اليوم تختال وفراحها تكبر بأحلى المحافل. واختامها يجلي في كل الأحوال، أفراحكم تهل مثل المخايل. جديد وحصري على استديو أميرة الخيال. أفراحكم تهل مثل المخايل.